السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. دقيشية اليوم لنا 08/07/2013. طبعا كل واحد على كل حال ينطق على حسب المعلومات اللي يكسبها والإمكانيات باش يكسب هذه المعلومات وقدرة التحليل اللي تجعل بمثال القول نتاع فلان ولا فلتان يكون مفهوم من بعض وليس مفهوم من بعض اخر. ولهذا لابد الانسان ينظر كيف الاخرين يعني ينظروا لنفس نفس الموضوع ولا نفس الحد. طبعا عشنا هذا اليومين ولا هذا الأسبوع تنحي محمد مرسي العياط اللي لعب دوره كرئيس جمهورية مصر، تحط على كل حال على طريق الإخوان المسلمين كحزب اللي نالوا الأغلبية في انتخابات رئاسية اللي بعض يعتبروها نزيهة، اخرين يقولوا كانت يعني انتخابات مزيفة. يعني هذا الامور لابد الانسان ياخذها بعين الاعتبار وينظر لها يعني كتحليل سياسي دقيق. اذا مرة جديدة نرجع لنفس الموضوع ونتكلم عليه يعني بغمق. ولهذا على كل حال على حسب الإمكانيات متاعي اللي راهي محدودة بالنسبة للإمكانيات متاع بعض اللي ممكن يستطيعوا يلتحقوا حتى بالعنصر بالشخص اللي قام بهذا العمل اللي احنا رانا نتكلموا عليه. اذا المصير اللي عاشه محمد مرسي العياط، يا هل ترى هذا المصير يدل على مستقبل الاخوان المسلمين يعني بصفة عامة سواء في مصر ولا في تركيا ولا في تونس وفي دول اخرى، يا هل ترى هذا المستقبل نتاعهم اصبح مرهون بهذا الهزيمة اللي صارت بالنسبة لمحمد مرسي العياط في مصر؟ طبعا السرعة اللي هبطت ولا طيحت مرسي العياط من حكمه، يعني السرعة اللي تنازل فيها ولا السرعة اللي جعلت تنحيه من السلطة، يعني سرعة مدهشة. والإنسان بمثال يجم يحتفل بهذا التغيير في المدة وإن كانت يعني الصحافة الغربية كانت تساند محمد مرسي العياط وكانت تنقض في بشار الأسد اللي راه موجود في سوريا كرئيس دولة سوريا. يتكلموا على هذا الربيع العربي اللي هو في حد ذاته نتيجة يعني مؤامرة غربية. اليوم على كل حال الشعب المصري والجيش نتاعه على كل حال حكموا بأحكامهم وطلبوا التنحي
محمد مرسي العياط من الحكم يعني كرئيس جمهورية مصر. لما ننظر بمثال 84 مليون مصري، تقريبا 33 مليون مصري كانوا في الشوارع باش يطلبوا التنحي محمد مرسي كرئيس جمهورية، وبعد تنحيه نفس العدد هو 33 مليون مصري احتفلوا في الشوارع وفي المدن وفي المحافظات بهذا التنحي. بعد 5 أيام احتجاجات ومظاهرات ضد الحكم الإخوان المسلمين على رأسهم محمد مرسي اللي كان رئيس جمهورية مصر، هذا 5 أيام انتاع احتجاجات ومظاهرات استطعت تنحي هذا محمد مرسي من الحكم وتعيين على كل حال رئيس مجلس الدستوري باش يخلفوا يعني بصفة وقتية حتى تعود تتنظم يعني انتخابات جديدة اللي تعين رئيس جديد على رأس مصر باش الإنسان يعني تكون له نظرة باش يعني يقيم هذا الحدث اللي جرى في مصر. إنسان ينظر إلى الوراء ويشوف باللي جهات واسعة على أفريقيا، شمال أفريقيا وحتى أفريقيا السوداء كانت يعني في غليان وكانت يعني متحركة وكانت يعني ليس مستقرة، وبعد جاء العالم العربي في وسط سنة 2010 في وسط شهر ديسمبر نهاية 2010 جات دور نتاع العالم العربي والدول اللي كانت يعني ممسوسة بهذا الغليان وهذا هي تونس ومصر. لماذا تونس ومصر في سنة 2010 نهاية سنة 2010 في وسط ديسمبر 15 ديسمبر لماذا يعني تونس ومصر كانوا هما الدول العربية اللي وقعت فيهم يعني احتجاجات ومظاهرات الولا؟ يا هل ترى هذا الحدث الفهم نتاعه يكون يعني بتغيير الأجيال، جيل القديم يعني فات الأوان نتاعه كما قال عبد العزيز بوتفليقة طاب جنانهم، وجاء جيل الجديد اللي عينه يخلف هذا الجيل، أو قضية يعني مواد غذائية اللي كانت ناقصة في الأسواق والأسعار نتاعها يعني كانت أكثر من المعقول؟ إلا كان على كل حال بالنسبة للإحصاء والتزدد السكان وتغيير الأجيال هي يعني على كل حال خارجة من المراقبة ولا خارجة من إرادة الإنسان. أما بالنسبة للاقتصاد هو على كل حال سبب منذ يعني 2007 حتى 2008 ومن بعد من جديد سنة 2010 كانت لها يعني مشاكل اقتصادية ومواد غذائية لهذا
الدول تونس ومصر. على كل حال بالنسبة لمصر وتونس كانت لها يعني بعض الوسائل يعني باش يوجدوا كيف هي يتغير المسؤولين، يعني الجيل القديم ينسحب والجيل الجديد يخلفه، لأن الجيل القديم أصبح يعني بدون يعني فعالية بالنسبة للدول اللي حاكم فيها مثل حسني مبارك وزين العابدين. ولهذا على كل حال مكتبة الدولة الأمريكية قسم الدولة الأمريكية اللي متكلف بالشؤون الخارجية كانوا على كل حال في البرامج بتاعهم يوجدوا بمثال شبان ثوريين أصلهم تونسية ومصرية باش يعني يخلفوا هذا الحكام اللي موجودين في هذه الدول العربية. لما على كل حال الولايات المتحدة لاحظت باللي هذا الحكام اللي كانوا حاكمين هذا الدول العربية حسني مبارك وزين العابدين بن علي ليس كانت لهم قدرة يعني باش يتحكموا في الشارع في الشارع العربي نتاعهم، رغمت يعني القوة الأمريكية أن هذا الحكام هذو نتاع الدول الاثنين هذو اللي ذكرتهم تونس ومصر أن يتنازلوا من الحكم. وهكذا يعني زين العابدين أصبح مطرود، وحتى ثاني كذلك حسني مبارك الاثنين أصبحوا مطرودين من الحكم نتاع تونس ومصر. ودائما على كل حال هي الولايات المتحدة اللي رغمت على هذا تونس ومصر ان الاخوان المسلمين اللي هما اللي دور يحكموا الحكم في هذه الدولتين. وطبعا على كل حال مصر وتونس الاثنين يعني نظموا انتخابات كما يبدو، وهذه الانتخابات يعني ما تضمنش باللي الامور يعني كانت بدون تزييف. والانسان لما يدقق يلقاهم يعني مزيفين هذا الانتخابات اللي عينوا الحكام الجدد كما الغنوشي وكما مرسي. وطبعا على كل حال الامور هذه كلها كانت مسيرة من طرف الولايات المتحدة واشنطن، وكانوا يعني مسيرين من قريب طبعا. كان نفس الحادث يجري حتى ثاني كذلك في السنغال دولة أفريقية سوداء، وحتى ثاني كذلك في ساحل العاج. طبعا كانت بعض المشاكل في ساحل العاج وأيضا في السنغال. يعني في الفترة اللي كانوا يوجدوا فيها الانتخابات الرئاسية. وطبعا الشعوب نتاعهم يعني ما كانتش تتحرك كما نفس الدول العربية على حسب الربيع العربي، وصبحت يعني التدخل العسكري الفرنسي تحت الغطاء نتاع جمعية الأمم أصبح ضروري باش في ساحل الحاج يتنحم باكبو هذا ويدخل فيها وترى. طبعا بعد يعني ما
اتحطت حكومات جديدة في تونس وفي مصر. الدولتين الاستعمارتين يعني فرنسا وانجلترا انطلقوا باش يزعزعوا الاستقرارية اللي موجودة في ليبيا والاستقرارية اللي موجودة في سوريا. على حسب يعني البرنامج اللي نظموه الفرنسيس والانجليز، يعني المؤامرة اللي هما اتفقوا عليها باش يطبقوها على سوريا وليبيا. طبعا كانت فيها يعني مظاهرات يعني صغيرة جدا، ولكن الصحافة الغربية هي اللي اعطت لهم حجم اللي ما كانوش يستاهلوها. يعني كانت مظاهرات واحتجاجات قليلة جدا، ولكن الصحافة يعني بينتها على طريق الصحف العالمية والتلفزات والشبكات الاجتماعية يعني كمظاهرات واحتجاجات يعني عظيمة جدا، ولكن هي كانت محدودة. طبعا هذه الاحتجاجات والمظاهرات كانت بطريق سري، منظمة من طرف بعض المخابرات السرية انت احد الدول الغربية كفرنسا وانجلترا، بإعانة من بعض الافراد التكفيريين اللي كانوا على كل حال لاجئين في هذا العاصمات الاوروبية. طبعا بالنسبة لساحل العاج يعني نفس الاسلوب اللي الدول الغربية استعملوها بالنسبة للدول العربية ما كانتش يعني ممكن تصلح، لان في ساحل العاج ليس موجود عرب بعدد يعني يكفي، ورغم يعني الدول هذه كانت مسلمة، ولكن ليبيا وسوريا كانت فيها هذا المؤامرة لرجوع الاستعمار لهذا الدول، وهذا التلاعبات وهذا اللف والدوران كانوا أسهل بالنسبة كانوا أسهل يعني باش يكونوا واقعين في هذا الدول ليبيا وسوريا. وكان على كل حال جاري ثاني كذلك حتى في اليمن وفي البحرين، اللي الأنظمة تاعهم كانت يعني طبعا لا تشبه لسوريا ولا تشبه لتونس. وكانوا على كل حال الصحفيين اللي كانوا يذكروا هذا الحوادث وهذه الاحتجاجات وهذه المظاهرات اللي كانت جارية في اليمن وفي البحرين وفي ليبيا وفي سوريا، كانوا على كل حال ينطقوا بالربيع العربي. وشين فشين بالنسبة لليمن والبحرين كانت هذا الاسم يعني الربيع العربي لا يطبق لهم. ولهذا على كل حال الشيء اللي كانوا يسميوه بالربيع العربي طبقوه على تونس وعلى مصر وعلى ليبيا وعلى سوريا. ولهذا ما كانتش يعني الغير استقرارية ولا الثقافة ولا شيء، كانت لها يعني مخططات وبرامج امبريالية باش يرغموا ويحطوا الإخوان المسلمين يحكموا في هذه الدول العربية، تونس، مصر، ليبيا وسوريا. وهذه المنظمة السرية ما يسمى بالإخوان المسلمين اللي كانت دايرة دعايات ولا شعارات باللي راهي ضد الامبريالية،
كانت يعني من التاريخ القديم كانت مسيرة من طرف المخابرات الإنجليزية، وكانت حتى تلك كذلك في أمريكا ممثلة من طرف امرأة اللي كانت تخدم يعني في المكتب نتاع كاتبة الدولة للشؤون الخارجية هيلاري كلينتون. الاسم نتاع هذا المرأة هي هما عبد الدين، اللي كانت مزوجة من طرف نائب صهيوني أنتوني وير اللي ترك النيابة نتاعه في أمريكا. والأم نتاعها هي صالحة عبد الدين، اللي كانت هي داخلة منظمة الإخوان المسلمين العالمية، كانت هي الكاتبة نتاع هذا المنظمة العالمية نتاع الإخوان المسلمين. وهكذا قطر كان هو اللي ممول هذا المؤامرة ب 15 مليار دولار سنويا. وكانت هذه الإخوان المسلمين وعلى كل حال التواصل نتاعهم الاجتماعي اللي كانت موفرة لهم الجزيرة منذ 2005، ونهائيين تركيا اللي كانت على كل حال موفرت لهم خبرتها والنصايح نتاعها في ميدان البلاغ وفي ميدان النشرة وفي ميدان علوم الصحافة. وهكذا الإخوان المسلمين لما الإنسان يذكرهم يعني كمسلمين هما كشغل التروتسكيين اللي يختلفوا من الشيوعيين بالنسبة لأوروبا، كانوا على كل حال معتمرين ضد حكومتهم باش يعني ينظموا انقلابات لهنا والهيت، وكانوا دائما يخدموا يعني لفايدة الأجانب ولفايدة الخارج باسم يعني طموح اللي دائما يرموها إلى المستقبل بدون يعني ما تبني. وعلى كل حال عدة مرات قاموا بمحاولات انقلابية في معظم الدول العربية خلال هذا القرن 19 حتى ولما على كل حال انتصروا في سنة 2011 في مصر وفي تونس بانقلابات وعلى طريق بمثال انتخابات مزيفة. من بعد ما انتصروا وصبحوا يعني حكام، صبحوا في الحكومة، صبحوا رئاسة أو الوزراء كما في تونس وكما في مصر وحتى تاني كذلك في ليبيا، ما كانتش ليهم يعني برامج اقتصادية تنمية، ما كانت عندهم إلا بعض المعلومات وبعض الأوامر اللي كانت جايتهم من الدول الأنجلوساكسونية الدول الغربية. وهكذا يعني صبحوا يقدمونا في شعارات يقولوا الحل هو في القرآن وماناش محتاجين يعني دستور، عندنا الشريعة الإسلامية، هذا هو الشعار نتاعهم. إذا جاءوا يعني بهذا الكلام بدون يعني ما كانت لهم يعني برامج اقتصادية تنمية. وهكذا مصر حتى تونس حتى ليبيا فتحوا يعني البيبان الرأسمالية العالمية اللي كانت على كل حال دائرتهم باش يفتحوا لها الباب. وعلى كل حال زادوا أكدوا التفاهم مع الكيان الصهيوني على حساب الفلسطينيين. وهكذا يعني باسم القرآن حبوا يدخلوا بمثال بعض
التكفير وبعض القواعد وبعض القوانين اللي حتى ماشي مكتوبة في القرآن. وهكذا صبح ثاني كذلك يديروا الخصخصة، ما يسمى بالخصخصة، القطاع هذا الحكومي أصبح بمثال للبيع، كما الكنال دو سويز كان يعني للبيع، وقطر كانت ماشية يعني باش تشتريه من الدولة المصرية. هذا القنال سويز اللي مكسب نتاع الشعب المصري أصبح بالنسبة للإخوان المسلمين في مصر أصبح للبيع، وكانت قطر ماشية تشتريه. ولكن المقاومة تاع المجتمع المصري صعب الصفقة التجارية. وهكذا الدوحة، قطر كانت مولى بعض المؤامرة اللي كانت بمثال مرتبطة بالكنال، وكانت حتى كذلك حبت ترجع المنطقة كنال دو سويس، هذه منطقة يعني معزولة من مصر وذات التسيير الذاتي، كما أمريكا حاولت بمثال تفصل القنال هذاك اللي راهو في بنما في كولومبيا، قنال بنما في كولومبيا، حاولت بمثال تفصل هذا القنال اللي موجود في أمريكا ما بين أمريكا الشمالية والجنوبية. القنال هذا نتاع بنما كانت أمريكا عينها أمريكا الولايات المتحدة عينها تفصله من دولته بعد ببعض المؤامرة. نفس الحكاية حبوا يطبقوها في السويس في مصر بأموال جاية من قطر، الشيخ قطر. وفي النهاية على كل حال المجتمع المصري ما كانش يعني يتحمل أكثر من ما تحمل. وعلى كل حال المظاهرات اللي صارت في تركيا قبل ما تم يعني في مصر فتحت عينين عديد كبير من المصريين اللي كانوا ينظروا كيف بمثال الشعب التركي احتج ضد الحكومة نتاع الطيب أردوغان. وهكذا على كل حال الشعب المصري كان يعني بعدد كبير جدا، 30 مليون شخص اللي كانوا في الشوارع ويطلبوا أن محمد مرسي العياط يرحل من الحكومة، يرحل من الرئاسة. وهذا العدد يعني جعل الجيش المصري يعني كانت ليه يعني شرعية أن يتدخل بشرعية الشعب. وهكذا قدم يعني إنذار لمحمد مرسي العياط أن يتنازل، والله أن يلقى حل باش يهدن الشعب المصري. ولكن مازال بلف ودوران كان يتلاعب بالوقت، وما كانش يعني راضي ان يتنازل من هذا الحكم يعني كرئيس جمهورية مصر. وعلى كل حال كان هذا مرسي على كل حال بعد ما الجيش المصري طلب منه يعني عطاله يعني فترة زمنية محددة 3 أيام أن يخرج باقتراح لرضي الشعب، كان مرسي على كل حال باتصالات يعني مع أمريكا ومع الكاتب الدولة الأمريكية اللي مكلف بالحرب شوك هاجل، وكان على كل حال باتصال مع المخابرات الأمريكية وباش يعني
يعاونوه ولا يرحل من حكمه، وحتى تاني كذلك حتى من الفريق السيسي حتى هو تاني كذلك باتصال مع أمريكا اللي ما تعرضلوش أن يطلب مرسي بالتنازل، يطلب مرسي بالرحيل. وهذه النقطة يعني تبين حاجة يعني واضحة، مرسي على كل حال قدم نفسه في الخطاب الآخر اللي وجهه للأمة المصرية، قدم نفسه يعني كعالم، هو على كل حال مهندس في يعني تقنيات الفضاء، لأن دار وظيفة في الولايات المتحدة في النازا اللي تبعث مثال بعض الأقمار الصناعية وبعض الصواريخ للفضاء، كان هو على كل حال عنده هذا الهندسة في هذا الميدان نتاع الفضاء، كان يعمل في النازا، وكانت ليه بمثال جنسية أمريكية، وكان على كل حال كانت عنده رخصة حتى تاني كذلك يتصل ببعض الأسرار الدفاعية الأمريكية. ولكن لكان مرسي هذا يعني الأمريكان تركوه يعني، وحتى البنتاغون يعني تركوا، كان على كل حال مساند قبل من سيسي يعني داروا في الإقامة الجبرية، كان على كل حال مساند من طرف مكتبة الدولة الأمريكية، وكان على كل حال مساند من طرف سفيرة أمريكا في القاهرة، وكان مساند حتى من طرف باتريك فرنتل اي جون ساكي، وكان على كل حال مساند من طرف حتى ثاني كذلك وزير الخارجية الأمريكي جون كيري. ولكن هذا التناقض يبين باللي أمريكا كانت يعني مشطنة ما على بالهاش وش تدير، لكن تتركه ولا تخلي ولا تساندو ولا تساعد هذا الفريق السيسي اللي كان على كل حال اللي راه وزير الدفاع، كيف بمثال أمريكا حلت هذا المشكل؟ لأن ما كانتش يعني تنجم تتدخل في الشؤون المصرية يعني بصفة مباشرة، وفي نفس الوقت العلاقات القريبة اللي كانت بينه وبين أمريكا وبين مرسي والإخوان المسلمين صبحوا يعني لا يكسبوا حل بديل في هذيك الفترة وين كان مرسي تحت الإقامة الجبرية من طرف وزير الدفاع السيسي. إذن سقوط محمد مرسي يا هل ترى هي يعني بداية سقوط المشروع الإخوان المسلمين يعني في العالم العربي يعني كامل؟ ولهذا حتى يعني لكان الجيش قرر بسقوطه، والجيش يعني ما قررش بسقوطه بدون يعني ما تركز على القوات الحية متاع المجتمع المصري، وداخلين فيها حتى تاني كذلك علماء الدين جامع الأزهر اللي على كل حال كانوا على جنب الشعب والجيش المصري اللي يقوموا بتنازل هذا محمد مرسي.
ولهذا نقولوا باللي الهزيمة نتاع محمد مرسي كانت يعني ضربة قاسية بالنسبة للغرب وحلفائه حتى تاني قطر وتركيا. ولهذا على كل حال الإنسان يفكر ويسقسي نفسه، يا هل ترى هذه هي نهاية الربيع العربي وأيضا تشير اللي تبشر ببعض التغيرات اللي راح يدور توقع في تونس وفي ليبيا وحتى تاني كذلك في سوريا بعد هذا الهزيمة نتاع الإخوان المسلمين والتنحي نتاع محمد مرسي العياط؟ ولهذا نرجع لنقطة أخرى، هي يعني الشيء اللي بدأ في تركيا وما زال يعني ما عطاش ثمرة نتاعو هي الاحتجاجات الشعبية اللي جرت في تركيا، وكانت على كل حال متولهلها الشارع المصري، والشارع المصري يعني بقوته استطاع ينحي مرسي قبل ما الأتراك راهم ماشيين على كل حال ينحيوا الطيب أردوغان من الحكم في تركيا. ولهذا الأتراك على كل حال احتجاجات تحم هي احتجاجات ضد الأسلوب اللي مستعملها الطيب أردوغان في تسيير البلد يعني كأول وزير. وهكذا بالنسبة يعني لتركيا ما كانتش يعني الثورة يعني ملونة في ساحة التقسيم ضد المشروع نتاع الطيب أردوغان أن يغير وجه هذا الساحة باش يدير فيها بعض البلايات وبعض المراكز التجارية اللي جعلت بمثال الدولة التركية كلها تهزت. ولكن الأسباب يعني أغمق من هك. ولهذا 10 أيام على كل حال كانت احتجاجات كبيرة جدا، وكانت يعني الإجراءات القمعية نتاع البوليس الأتراك كانت يعني شديدة جدا، ووقعت فيها أموات 3 موتى وأكثر من 5000 يعني مجروحين من طرف بين هذا المحتجين على طريق العنف نتاع الشرطة والنظام التركي. هذا الانتفاضة أين هل الأصول نتاعها؟ هي الأصول نتاعها في التناقضات اللي موجودة داخل الحكومة التركية. تقدم يعني كديمقراطي مسلم على مثل الديمقراطيين المسيحيين كما في ألمانيا أو كما في بعض الدول، وشين فشين بدأ يكشف نفسه بوجه من الثورات المزيفة الملونة ومثل الربيع العربي. فيما يخص السياسة الداخلية والسياسة الخارجية التركية كاين وجه قبل ووجه بعد والتلاعبات هكذا. يعني الحزب هذا بدأ يدخل في بعض المؤسسات، مؤسسة الدولة التركية بدأ يعني يتسرب داخلها. قبل كانت الجهوية، ومن بعد جاءت الفكرة هذه نتاع وزير الخارجية اللي موجود اليوم هو أحمد ديفوغلو، اللي يقول باللي ما كان حتى مشكلة بيننا وبين جيراننا ومنها يعني سوريا. وهذا الدولة العظمى العثمانية اللي كانت من قبل خرجت من هذيك الغيبوبة اللي كانت فيها وصبحت تنظر للمستقبل. وبعد جاء العكس،
صبحت مشاكل بينها وبين جيرانها، وهذه الحرب ضد سوريا. الإخوان المسلمين، يعني هذا التغير نتاع الإخوان المسلمين، هي في الحقيقة يعني منظمة سرية داخلها، يعني هذا الطيب أردوغان وجماعته. كانوا على كل حال مندمجين ومنخرطين في هذه المنظمة السرية، إلا كان هذا التغير نتاعو. هو يعني قبل قطر والتمويل نتاع هذا الإخوان المسلمين، وصبح هذا النظام الطيب أردوغان بالنسبة لتركيا أصبح نظام قبعي، وأيضا أصبح مساند الكيان الصهيوني، وصبحت يعني علاقات غامقة بين الكيان الصهيوني والحكومة التركية مسيرة من طرف طيب أردوغان. وعلى كل حال الإنسان يفكر نقطة مهمة بالنسبة للربيع العربي، يعني كانت كذبة. كانت كذبة اللي حبوا يدرقوا بها، اللي باللي الشعب التونسي والشعب المصري هما اللي داروا انقلاب على حكومتهم. إلا كان يعني كانت احتجاجات ولا ثورة داخل تونس، ما كانتش يعني باش تغير الحكومة ولا تدير انقلاب ضد الحكومة. كانت يعني طالبة ببعض التحسنات الاقتصادية والاجتماعية داخل الدولة السورية، وداخل الدولة التونسية، وداخل الدولة المصرية. ولكن هما الولايات المتحدة وليس الشارع اللي رغموا من زين العابدين ومن حسني مبارك ان يترك الحكم. وبعد هي الحلف الاطلسي اللي دخلت في اللعبة وكتلوا يعني معمر القذافي، وداروا الشيء اللي داروه في ليبيا. وايضا حتى يعني الحلف الاطلسي والمجلس التعاوني الخليجي اللي هو دخل في هذه اللعبة ضد سوريا. نرجع على كل حال لأفريقيا وشمال أفريقيا. الجزائر ليس محسوبة في هذا التحليل. نرجع لشمال أفريقيا. الإخوان المسلمين حطتهم يعني كاتبة الدولة للشؤون الخارجية هيلاري كلينتون، وكانوا كلهم عندهم مستشارين في ميدان الصحافة وال يعني مختصين أتراك، وكان موفرهم يعني طيب أردوغان كمستشارين في الشؤون الصحافة والتوجيه والإعلام. كانوا على جنب هذه الحكومات الإخوانية سواء في تونس وفي ليبيا وفي مصر. وكل هذه الجهات يعني بالنسبة للديمقراطية ما كانت إلا يعني إلا شعارات بدون يعني ما كانت مطبقة. شعارات اللي سمحت الإخوان المسلمين أن يعودوا يستسلموا يعني المجتمعات اللي كانت مسلمة من قبلهم، هذا أمريكا اللي حطتهم يعني في الحكم كانت شرطة منهم أن الاقتصاد انتهى هذا الدول يكون مفتوح للتجارة الحرة والتبادل الحر لفائدة الشركات الأمريكية. والكلمة هذه يعني تبليغ الإسلام
تغلبنا للفكرة نتاع الإخوانية. وهكذا يعني الإخوان المسلمين صبحوا يتدخلوا حتى في الحياة الحياة الخاصة بالأفراد على حسب بعض الشريعة الإسلامية. وهكذا حتى المكان اللي كسبته يعني المرأة التونسية أصبح يعني في بحث بالنسبة للإخوان المسلمين، حبوا ينقصوا من هذه المكاسب اللي استطعت تربحهم في حريتها المرأة التونسية والمرأة المصرية والمرأة الليبية. ومنع على كل حال الخمور ومنع الدخان. وعلى كل حال بدون يعني زينة بالنسبة للمجتمع، ولكن هما قاعدين يلعبوا بها. وهكذا منذ 10 سنوات في تركيا الإخوان كانت يعني ليس 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 يعني مضحى يعني الأسلوب انتهى. وكانت ماشية يعني تغير أسلوب المدارس الابتدائية والثانوية، وكانت ليها بعض الإخوان عينهم يغيروا المنظر نتاع التعليم الابتدائي والثانوي في المدارس التركية. هذا الإخوان المسلمين اللي قاعدين يأخذوا في كيف الحياة يعني تجري في الدول الغربية، وكانت يعني بصفة عجيبة قاعدات ماشي قابلة يعني بالحياة كيفاش عايشين الأمريكان، يعني بحرية المرأة والولاد وحرية الصحافة وحرية التعبير والعلمانية. كانت من جهة أخرى كانت يعني متدرجة بحماية إنجلترا وأمريكا والكيان الصهيوني، وكانوا دائما يستعملوا العنف ضد اللي يقاومهم ويرفض يعني أسلوبهم. وكانت كاتبة الدولة هيلاري كلينتون اللي وظفت في الديوان بتاعها يعني فرد من الإخوان المسلمين التركية اللي هي حمى عبيدين اللي كانت متزوجة بأنتوني وينر، وكانت الأم بتاعها يعني صالحة عبد الدين، كانت داخلة في هذا المنظمة العالمية نتاع الإخوان المسلمين. وبهذا الطريق يعني هيلاري كلينتون كانت يعني هكذا تتدخل في 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 أمور الإخوان المسلمين. الإخوان المسلمين على كل حال هم اللي أعطوا عقيدة للقاعدة على طريق أيمن الظواهري اللي خارج من الإخوان المسلمين، اللي هو أيمن الظواهري هو اللي نظم قتيل أنور السادات، وهو ذرك على كل حال اللي خلف بن لادن بعد ما تغيب بن لادن. وهذا أيمن الظواهري كان دائما راجل مخابرات السيئة الأمريكية.
رغم يعني كانت الشعارات اللي نقراوها يعني في الصحف باللي هو أمريكا كانت معتبرته يعني العدو الوحيد، العدو اللي لابد القضاء عليه. كان هذا أيمن الظواهري دائما يلاقي المخابرات الأمريكية في السفارة نتاع أمريكا في باكو. وهذه أكدتها يعني سيبل إدمونت اللي بحثت على منظمة سرية اسمها الجلاديو. يعني أيمن الظواهري كان باتصال مع المخابرات الأمريكية السيا يعني بطريق مباشر في سفارة أمريكا في باكو من 1999 حتى 2001، وصبحت يعني ديكتاتورية بالنسبة لتركيا، ديكتاتورية يعني بدأت تكبر وتكبر. الطيب أردوغان على كل حال كان مسجون، يقول باللي قطع الصلة مع الإخوان المسلمين وترك حزبه، وهكذا انتخب يعني أصبح رشح نفسه وأصبح منتخب. وهكذا شين فشين بدأ يدير الديكتاتورية بتاعه. الحاجة اللي بدأ بها هما الضباط العسكريين اللوايين نتاع تركيا، اللي كان على كل حال يتهم فيهم باللي راهم يتآمروا عليه وداخلين في منظمة سرية أوروبية اللي تابعة على كل حال أمريكا، هي جلاديو. جلاديو يعني كانت هي يعني منظمة سرية اللي تابعة للولايات المتحدة، وهو اللي على كل حال أصبح يسجن في صحفيين بعدد كبير أكثر من أي دولة دارتها في تاريخها. وهذا الجانب يعني ما كانش مكشوف من طرف الصحافة العالمية وخاصة الغربية، اللي على كل حال كانوا ساطرينه بأمر من الحلف الأطلسي اللي تركيا يعني عضو فيه، لأن الجيش التركي هو اللي كان يعني ضامن العلمانية بالنسبة للعقيدة التركية اللي جايته من كمال أتاتورك، هذاك الإنسان الصهيوني. ولكن بعد 11 سبتمبر 2001 الجنرالات هذو الأتراك شافوا باللي أمريكا يعني ماشية في اتجاه خطير، وهكذا بدأوا على كل حال يتفاوضوا مع الأتراك مع الروس والصينيين، لأن هذا الاتجاه الجديد بالنسبة للجيش التركي اللي كان تقريبا موجه بعض مجهره بعض لبعض المفاوضات مع الروس ومع الصين، أصبح مخوف أمريكا ومخوف ثاني كذلك الحلف الأطلسي. ولهذا حرشوا طيب أردوغان ضد هذا الضباط الكبار نتاع الجيش التركي. لأن على كل حال نجموا نقولوا باللي الصحفيين ينجموا يخينوا يعني العهد نتاعهم ويصبحوا ناس يستعملوا بعض الكذوبات وناس يعني مجرمين ويستاهلوا بمثال أن يكونوا محبوسين ومسجونين. ولهذا يعني الصحافة في تركيا في عوض تدير بعض التحليلات وبعض
بعض المقالات ضد هذا التلاعب نتاع الاخوان المسلمين صبحت يعني شاركه في الجريمه نتاعهم، وكانوا يعني يشعروا باللي بالنسبه للجيران يعني ما تكون حتى مشكله، كما غلطوا الدوله السوريه وهذاك الفتره اللي كانت فيها يعني تبادل اقتصادي يعني بدون حدود، استطعوا بمثال الاخوان المسلمين وبعض المخابرات الغربيه وبعض التكفيريين يدخلوا في السلاح ويركزوا فيه في مناطق يعني معزوله، وصبحوا على كل حال يوجدوا في هذا الفوضى اللي جرت في سوريا، كانوا موجودينها من 10 سنين من قبل ما وقعت. في الفتره هاي وان كانت السياسه التركيه تقول باللي صفر مشاكل مع جيرانها وخاصة مع سوريا، ولكن كانوا يوجدوا في مؤامرة ضد الحكومة السورية. وهكذا السياسة الخارجية نتاع وزير الخارجية أحمد دافيغلو كانت تستاهل الضحك. على كل حال بعد ما حاول يلقى بعض الحلول لهذه المشاكل اللي وقعت القرن الفايت في الفترة هذيك نتاع الدولة العثمانية، وحب يعني يدخل في حب يكون فتنة ما بين حب يلعب ما بين أوباما ونتنياهو يعني بيناتهم، ونظم هذيك السفينة اللي زعمة دور تبعت مساعدات الغزة اللي كانت محصورة من طرف الكيان الصهيوني، وشاف يعني كيفاش أمريكا تحركت وكيفاش إسرائيل تحركت ضد هذه السفينة. بعد ما الكيان الصهيوني تحرك ضد هذه السفينة اللي بعثتها تركيا وكتلت بعض المواطنين الأتراك وحبستهم وقع موقع، صبحت لجنة يعني للبحث لهذا الأمر، واللجنة للبحث لهذا الأمر كانت يعني مخنوقة من طرف الكيان الصهيوني اللي ما اعطاها حتى يعني إمكانيات باش تتحقق على الشيء اللي جرى في هذا الجريمة اللي قامت بها إسرائيل ضد هذه السفينة. وهكذا يعني بدأت الأمور ترتبط ما بين الإخوان المسلمين وهذه المنظمة، منظمة القاعدة. وعلى كل حال الإخوان المسلمين حطوا في هذه السفينة واحد السيد أصله ليبي وعنده الجنسية الإيرلندية، معروف هو الرجل الثاني بالنسبة للقاعدة في ليبيا، الرجل الثاني على جنب علي بالحاج، على جنب عبد الحكيم بالحاج اللي راهو درك قائد العسكري لطرابلس، وهو اللي قام بغزو طرابلس بإعانة كوموندوس انجليزي والى اخره. هذا على كل حال كان داخل في هذه السفينة اللي بعثوها يعني لمساعدة المحصورين في غزة، هذا مهدي الحراتي. طيب هذه الهزيمة اللي هزيمة يعني اقتصادية بالنسبة لتركيا، تركيا اللي خسرت يعني مدة 10 سنوات خدمة دبلوماسية اللي كانت محرشة ان تحسن علاقتها مع عدة دول، وكانت على كل حال مهتمة بالتنمية الاقتصادية نتاعها. في مارس 2011
شركة يعني في ضربة عسكرية ضد ليبيا. ليبيا اللي كانت عندها علاقات اقتصادية معها يعني عظيمة، وبعد ما كمل الحرب ضد ليبيا وتحطمت الدولة الليبية، هكذا يعني تركيا اللي كانت عندها سوق لباس به مع ليبيا خسرته. وبعد هذا تركيا زادت تعود دخلت في حرب ضد سوريا، سنة قبل مضات يعني مع سوريا يعني فتحة اقتصادية بدون حدود. وهكذا على كل حال النتيجة انت هذا الصفحة التجارية اللي الصفقة التجارية اللي درتها مع سوريا يعني كانت لها فايدة كبيرة، واصبح النمو نتاع تركيا في سنة 2010 تقريبا نمو نتاع 9.2% تنمية، وسنة 2012 هذا التنمية اللي كانت 9.2% صبحت يعني 2.2%، وما زال يعني يسقط. العلاقات العمومية، المجيء نتاع الإخوان المسلمين في شمال على شمال أفريقيا، أصبح يعني يلعب في الرأس نتاع الطيب أردوغان، وصبحت ليه طموح كبيرة، طموح من الشكل العثماني. وكان مغلط الشعوب العربية، وشين فشين اصبح الشعب التركي كله ضده. من جهة على كل حال الدولة التركية كانت ممولة فيلم يعني سينمائي سموه فتيح، تاريخ 1453، فيلم اللي كانت ليه ميزانية عظيمة، اللي كان يذكر يعني كيف بيزنس اللي قلبوها اسطنبول، يعني كيفاش بيزنس دخلوها الاتراك ونحاوها البيزنطيين. يعني فيلم كان ليس ليه اساس يعني تاريخي صحيح. ومن جهة اخرى كان على كل حال ضغط على برنامج تلفزيوني اللي كان مبث من طرف الغرب، من طرف الشرق الاوسط، وين كان يذكر على كل حال الهمجية نتاع السلاطين الاتراك، كيف الاتراك كانوا عايشين في همجية، وهذا الوجه نتاع الاتراك اللي كانوا في همجية ما كانش معلم الطيب أردوغان، وكان يحاول يمنع هذا البرنامج التلفزيوني اللي جاي اللي يذكر الحياة نتاع الملوك العثمانيين. والسبب يعني الحقيقي اللي جعل تركيا تدخل في هذا الفوضى، ما كانتش يعني هذا البرنامج نتاع بناء في هذا ساحة التقسيم اللي موجودة في اسطنبول، ومنع بيع الخمور في الليل يعني، وهذا التدعيم أن يكون فيه يعني ازداد السكان. هذه الامور كلها يعني صحيحة، ولكن هذا النقط يعني ما ينجموش يديروا ثورة في مدينة.
الحقيقة هي الحكومة نتاع طيب أردوغان هي يعني التدخل في الشؤون الاجتماعية بطريق غير لائق. لما ننظر بمثال أين هي الأغلبية وأين هي الأقلية وأين هم كيف هي يعني كون المجتمع التركي، إلا شيء قليل من المجتمع التركي اللي ينتمي إلى السنة ينتسب إلى هذه الفكرة نتاع إخوان المسلمين، ولكن تقريبا 50% من السكان الأتراك هما سنيين، وعشرين هما يعني من فرقة سموها الأليفي، هما على كل حال شيعة ألويت، و20% أتراك أكراد استغفر الله، والأكراد هذه يعني أغلبهم سنيين، و10% ينتسبوا لمجموعات أخرى. وعلى كل حال على حسب الإحصائيات مستحيل أن طيب أردوغان ينجم يصمد ضد الاحتجاج هذا الشعبي اللي راهو ماشي نحيه. وهكذا يعني الانقلاب اللي يوقع في تركيا ينجم يحل عدة مشاكل، ممكن الحرب هذا بين الحرب هذا اللي راهو يجري في سوريا، والإنسان ينجم يقول باللي الحرب هذا اللي راهو يجري في سوريا ما يحبس إلا بعد ما تتقص كل الأشياء اللي جاية من الخارج، يعني الأسلحة والرجال هذه اللي ما عندها حتى علاقة مع السوريين، يعني وكما يبدو يعني الشيء اللي وقع في القصير والإجراءات اللي قام بها الجيش السوري على الحدود الأردنية وعلى الحدود اللبنانية، وذلك هذه المشاكل اللي تجري في تركيا اللي ممكن دور تقص هذا التمويل نتاع المجرمين. وفي نفس الوقت على كل حال حتى من الإخوان المسلمين يعني يصبحوا مدرين في هذا الظروف. وهكذا يعني سقوط طيب أردوغان يدل على بعض الأصدقاء كما الغنوشي في تونس وكما مرسي في مصر، ولكن مرسي هو طاح الحل يعني من مصر. وهكذا الإنسان يعني يدير الخلاصة ويقول مستحيل أن حكومة اللي صنعت بكذب يعني تستقر، يعني الحاجة اللي جات بباطل لابد تبعد باطل وتسقط. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.